اليوم نبدأ من محافظة جنوب سيناء، تحديدا في مدينة رأس سدر. في مدينة رأس سدر قام اليوم حشد من أبناء قبيلة العليقات التي تقطن منطقة رأس سدر في جنوب سيناء، قامت بتسليم كميات من الأسلحة إلى قوات الجيش الثالث الميداني، وهذه الأسلحة قوامها 300 قطعة سلاح من طرازات ومن أنواع مختلفة ما بين الرشاشات والبنادق والذخائر الخاصة بالهاون وأسلحة RPG، وذلك فيما يمثل استجابة للدعوة التي كان أطلقها الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بتسليم الأسلحة غير المرخصة. أقامت القبيلة احتفالية، ده كان تحديدا مساء أمس، بحضور اللواء أركان حرب أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميداني، وبحضور اللواء محمد عيد رئيس مدينة رأس سدر، والشيخ راضي محارب شيخ قبيلة العليقات، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية في رأس سدر وفي محافظة جنوب سيناء. من ناحية قال اللواء أركان حرب أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميداني، قال إن قبيلة العلاقات تسلمت السلاح كمرحلة أولى، وسوف يتبعها مراحل أخرى حتى يتم القضاء تماما على ظاهرة السلاح غير المرخص. معنا اللواء محمد عيد رئيس مدينة رأس سدر. سيادة اللواء أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. يعني كيف تلقيتم دعوة أو مبادرة قبيلة العلاقات بتسليم هذه الكمية من الأسلحة غير المرخصة يا فندم؟ هي الحقيقة يا فندم الدعوة جاءت من شيخ القبيلة الشيخ راضي محارب، وكانت دعوة كريمة فعلا وبداية طيبة جدا من قبائل سيناء، نعم، وبالأخص قبائل جنوب سيناء والمتمركزة في رأس سدر بالذات، لتسليم جميع الأسلحة اللي موجودة في حوزاتهم بدون ترخيص، وده طبعا لها تأثير جامد جدا على الأمن والاستقرار داخل جنوب سيناء حاليا. بالتأكيد. والنهاردة فعلا جالي بعض مشايخ القبائل من القبائل الأخرى بيبدوا رغبتهم في السلوك نفس المنهج اللي سلكته قبيلة العلاقات. جيد جدا. وان شاء الله تكون فتحة خير لتسليم جميع الأسلحة الغير مرخصة ان شاء الله. طيب معي على ارجوك ان تبقى معي، معنا ايضا الشيخ راضي محارب شيخ قبيلة العلاقات. شيخ راضي اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. يعني حضرتك بالتاكيد سمعت معانا اللي هو محمد عيد وهو يثني على المبادره اللي قمتم بها، لكن خليني اعرف منك ايه هي الدوافع اللي تخليكم تسلموا هذا الكم من السلاح؟ ربما البعض ربما يتساءل من المشايخ او حتى من الافراد اللي معاهم سلاح وبيسمعونا، يقول طب انا لو معايا سلاح غير مرخص ورحت بيه لمديريه الامن او رحت بيه لاقرب اسم مش هحط نفسي كده في مشكله؟ اتفضل يا فندم. وبدايه خليني اشكر سيادتكم على المداخله. لا 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 لا. احنا اللي بنشكرك يا شيخ. الله يخليك. هو طبعا تلبية لنداء السيد الوزير وزير الدفاع طبعا عبد الفتاح السيسي، تلبية لهذا النداء احنا بنساند ونساعد قوات الشرطة والجيش للفرض الامن على 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 جنوب سيناء، لان جنوب سيناء تختلف اختلاف كاملا عن باقي المحافظات كنشاطها سياحي. طبعا المبادرة دي بتخلي كل القبائل الموجودة في جنوب سيناء ان هي تبادر بتسليم السلاح اللي هو غير مرخص للحفاظ على الامن في بلادنا ان شاء الله. صحيح. يعني انتوا الهدف كمان ان بتجاوبوا مع هذه المبادرة ان انتوا حاسين ان جمع السلاح غير المرخص هيؤدي لعودة الامن، بالتالي الرزق واكل العيش يزيد تاني ان شاء الله ويرجع. في محافظتنا طبعا، في جنوب سيناء طبعا، يعني جنوب سيناء ديت وعلى مصر، احنا بنتمنى لمصرنا كلها يعني كل اللي بيحوز سلاح غير مرخص ان هو يسلمه للقوات الجيش. طيب. او الشرطه. اشكر سيادتك، خليك برضو معي بعد اذنك اتحول للواء محمد عيد. يعني طب يا سياده اللواء حضرتك قلت ان في مشايخ او عواقل لقبائل اخرى في محافظه جنوب سيناء جم و يعني عندهم بوادر لتقديم مبادرات كمبادره قبيله العلاقات، ايه هي يا فندم الدوافع؟ ايه هي الحوافز اللي انتم بتقدموها للجميع عشان يقدر يقدم السلاح اللي عنده اولا وهو مطمئن، ثانيا
بالتأكيد لابد أن يحصل على شيء من المكاسب غير طبعا عودة الاستقرار والأمن. هو أول حافز أولا معايا حضرتك؟ اتفضل يا فندم سامعينك. أول حافز هو عودة الأمن والأمان لسيناء كلها وبالأخص لجنوب سيناء، لأن جنوب سيناء بعودة الأمن والأمان هيكون في سياحة أكيد، هيكون في زراعة. أنا عندي في راس سد أكبر مساحة زراعية بجنوب سيناء أو يمكن في سيناء بالكامل، وهناك مستثمرين. هذا الاستثمار والسياحة كل ده هيعود أولا على المنطقة بالكامل، بجانب بأن السيد قائد الجيش امبارح حقيقة أبدى استعداد كامل بدعم أي قبيلة هتسلم أسلحة وذخائر في الإنتاج الزراعي وفي إنتاج الاستثمار، يعني في مجالات كتيرة جدا يعني هتتفتح قدامهم بمجرد عودة الأمن والأمان لجنوب سيناء إن شاء الله، وسيناء كلها بمشيئة الرحمن إن شاء الله. طيب ده خبر كويس برضو إحنا بنسوقه، ويا ريت برضو الشيخ راضي يكون معانا في الخبر ده، إن اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث على لسان اللواء محمد عيد رئيس مدينة رأس سدر وعد إن هيكون في حوافز ومساعدات في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، وكل القبائل اللي تسلم السلاح اللي عندها للقوات المسلحة هتجد كل الدعم والترحيب. رأي حضرتك يا شيخ راضي؟ والله هو لا 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 الموضوع ده ملتمس من قبل الجيش الثالث الميداني طبعا، خاصة في جنوب سيناء، لأن الجيش الثالث في جنوب سيناء قدم لنا فعلا مميزات كتيرة، شهادات تقدير وصوب زراعية، وطبعا هيساعدنا في استثمارات كتيرة مثل صيد الأسماك. الكلام ده تصريح من سيادة القائد أمس في المؤتمر. برضو هيساعدونا في الأحكام الغيابية اللي هي الفترات السنين اللي الصبغة دي كانت في ظلم على المواطنين في جنوب سيناء. أخدت وعد يا شيخ راضي بتسوية القضايا دي؟ من 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 قياده الجيش الثالث اخذنا من اللي هو عسكر. طبعا هو بتوجيه طبعا من سياده الوزير يعني. تمام يعني اتفضل. اتفضل. طيب يعني نقدر نقول ان الحمد لله ان هذه الخطوه، خطوه السلاح، هي تعتبر جزء في خطوات اخرى من اجل التاكيد على التعاون ما بين مشايخ وقبائل وعواقل سيناء مع قوات الجيش الثاني والجيش الثالث، مش كده يا فندم؟ ايوه. طيب اشكر سيادتك شكرا جزيلا للشيخ راضي محارب شيخ قبيله العلاقات وكذلك اللواء محمد عيد رئيس مدينه راس سدر، شكرا جزيلا لكما.